اللي وقع اليوم هو كانت فاجأة، مفاجأة اللي خيبة بزاف، اللي صعيبة، اللي ما تقبلتاش، اللي انهاريت فيها، يعني ما تقبلش أن غيكون الحكم هكايا. من اللي جيت كانت فاجأة، كي قلت تأييد الحكم ابتدائي واستنافي، من اللي جيت كنشوف تأييد الحكم كنلقى ناسب ثبوت ناسب هو اللي مأيدينا، وثبوت جوجيه فينايا. حق كل السيد من اللي تلاقيت معاه نهار اثنين كيقول لي الناس بغا تاخذوا ثبوت جوجيه، راه والله ما تحلمي بها. هو فوق من القادة، هو ملي كيقول هاد الهضره راه عارف راسو علاش كيهضر، هو عارف الحكم قبل ما يتنطق عارفه. اما انا ما عارفه والو، انا جميع الوسائل درتهم. هاد السيد راه ما واخداش، ما ملاقيش معاه في الزنقه باش غندير معاه ثبوت ناسب. عباد الله خاصكم تفهموا، عباد الله خاصكم تفهموا، هاد السيد راه دخل من الباب ما دخلش من الشرجم. هاد السيد راه دخل، راه عندي صداق، عندي خطبه، عندي بزاف، عندي شهود، عندي لفيف عدلي، عندي اشهاد، عندي بزاف تاع الحوايج، عندي ما يفيد. هاد السيد بغيتو اشنو باش كيفيد باش ايدوا لي انا ثبوت ناسب وحيدوا لي ثبوت جوجيه. علاش يتحيد؟ علاش تتحيد؟ انا الحكم ابتدائي، واش هاد واش هاد القضاء اللي حكموا ليا الحكم ابتدائي والحكم استنافي كانوا ما عارفينش؟ يا ربي يا ربي تاخذ الحق، يا ربي تاخذ الحق، يا ربي تاخذ الحق والعواشر هادي، يا ربي تاخذ الحق والعواشر هادي. راه اليوم راه داروا معايا الحل، راه تبارك الله ما داروش معايا الحل، غنحط هاد الدري في المحكمه وباه اللي نسبوا لي عاد ثبوت ناسب هو ياخذه، حيت انا ما يمكنش يدي دري اللي انا عارفه يعني مجوجه بيه، عندي معاه صداق، عندي معاه بزاف تاع الحوايج، واليوم ندي بثبوت ناسب راه والله ما ندخلو مازال المحل. غنرجع عندي جلسه نهار الاربعاء مع رئيس المحكمه ونشوف ديك الساعه تخدا لي الحق تاعي. مرحبا، ما تخداش يا الحق تاعي، الولد نخليه اليوم هنا يجيب با يديه، حيت هو اللي باغي ثبوت ناسب، باغي ثبوت ناسب ينسب الدري ليه ويجي يديه، ما عندي ما ندير به انا، ما يمكنش لي انا قدام عائلتي وقدام دارنا انني كنت واخده واحد السيد وقدام الجيران وقدام الله، اش غنقولوا قدام الله؟ اللي هاد السيد جا وتقرا الفاتحه وتقرا كل شيء، واليوم غنقولوا حقا راه الدري تبتوا لي على الناسب ساعه. فين هي ثبوت جوجي؟ كان كيقول لي راه انا دافع الوراق لمديريه الامن، راني جامع الوراق، جامع الوثائق، جامعاهم. راه هاد السيد هو اللي خصو ياخذ معاه هاد الاجراءات هادي. هاد السيد هو اللي خصو ياخذ معاه هاد الاجراءات، علاش اللي ما دارش الكاغط؟ كان كيقول لك انا دافع الوراق لمديريه الامن، تعطوني الترخيص. انا كنتسنى اليوم غناخذ ترخيص، غدا غياخذ ترخيص، هاد السيد شي ترخيص ما خداه. ملي جمعنا الوراق باش غندفعوا ثبوت جوجيه قال لي صافي انا تنانا جامع كلشي، في الاخر هز يدي وزاد بحالاتو. وليكم بغيت انا ثبوت ناسب ما غنبركش 9 سنين وانا في المحاكم جرجره، 9 سنين وانا في المحاكم كنجري، راه كون خديت ثبوت ناسب كون درت انا وياه راسي في راسو، ما نجريش وما نخسرش فلوسي اللي درت لا دي الاولى ودرت لا دي الثانيه وعدات محامون وعدات هادي، وكنجري باش غناخذ ثبوت جوجي وثبوت ناسب ديالي. اللي كون بغيت ثبوت ناسب بوحدها ما نخسر حتى درهم. النهار الاول كنت فهمت انا وياه ودرت ثبوت ناسب ومشيت بحالاتي، ولكن لا، راه خاصني داكشي اللي ما يرضي الله اللي درنا النهار الاول، اللي ملي جا ودخل وسط عائلتي وتقرات الفاتحه وكل شيء، على هذيك الساعه كنت زوينه ودابا خيابيس باش غندير ثبوت ناسب، باش نتخاذ بثبوت ناسب. ما والداش انا في الشارع، ما كنتش زانيه فيه باش نتبتو بثبوت ناسب، ما كنتش زانيه انا وياه. الدري راه والده على سنه الله ورسوله، ما والداش غير هكاك، راه ما تلاقيتش مع هذا السيد في الشارع وخديته، راه جا وتقرات فاتحه وبرك وسط عائلتي وسط دارنا ودار صداق وكل شيء. عندي لفيف عدلي، عندي اشهاد، يعني باش غنثبتوا جوجيه اللي كان كيقول لك انا دافع الوراق لمديريه الامن. انا درت ثقه كبيره، خديت ثقه كبيره اللي خديت، ولكن اليوم كنشوف راسي انا ضعت، كنشوف راسي تحقرت،
كنشوف راسي تهديت من اللي غتنسب لي بثبوت نسب ما والداش في الشارع. ما زنيتش مع هاد السيد، هاد السيد راه كان واخدني على سنتي الله ورسوله، راه ما زنيتش معاه في الشارع وما بركش معاه في الزناقي وما مشيتش مع القهاوي اللي باش غيتخاد بهذايا بحال ما هكا. انني قدام عائلتي قدام الناس قدام جيراني اشنو غنقول؟ هاد الناس راه ما خافوا لا ربي لا عبدو. اللي تخداني بحال ما هكا، اللي تخدات بثبوت نسب، بثبوت نسب راه ما مشيتش الدري دقيقه، راه ما ناخذش ادريس دقيقه لو هو عزيز، راه ما ناخذوش دقيقه بثبوت نسب ما ناخذوش. المهم الاجراء اللي دابا اللي تخدا ملي دخلت عند رئيس المحكمه قال لي حتى الاربعه وغادي نشوفو. تخدا الملف تاعي جا عندو باش تخدا فيه الحل، تخدا فيه الحل، وبقات لي ثبوت جوجيه وثبوت نسب كيما تحكم لي ابتدائي واستئنافي وكل شيء. مرحبا، ما تخداش ليا، راه ما ناخذش الدري نهار الاربعاء نخليه لهم هنا في المحكمه، ما تديهش معايا. با اللي بغى ثبوت نسب حيت ملي تلاقى معايا نهار اثنين كيقول لي والله ثبوت جوجيه اللي خديتيها، ثبوت نسب اللي غتاخذي. هو عارف الحكم قبل ما يتخدى، عارف القرار قبل ما تصدر، حيت هو في الامن، حيت هو ضابط. اه راه ما نضرقوش الشمس بالغربال، الشمس ما كتضركش، راك الدماغ جا الليل راه غيصبح صباح. واليوم القرار تاعي الوحيد هو الاربعاء ملي غنجي، وما تخداش القرار ولدي راه نخليه هنا في المحكم. يجيب بال اللي خدا اللي باغي ثبوت نسب، اللي باغي يدير على ثبوت نسب. انا كون دار ثبوت جوجيه جواج وطلق في البلاصه ويحط ولده ومشي الله يعاون، ولكن باش ناخذ الدري انا بثبوت نسب ما ناخذوش. ما غداش يحل ما داني ورقه معدي ما ندير بها، يمشي هو يديرها اللي مالف كيدير الورقات اللي مربي ولد. اما انا ما عنديش ولد بالتبني، ما والداش ولد في الشارع وعاطيه باش غندير ليه ورقه، غنسبو بما يرضي الله، تنسب باش بما يرضي الله تبارك الله، ما تنسبش بورقه ما نشدش انا ادريس. ما عندي ما ندير بي، مازال نستمر ونزيد نستمر، باقي مازال نستمر تيبان الحق، حيت هو كيقولك فوق من القانون ولكن الله فوق من كل شيء. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.